الدكتور الذي يأمر بالإفطار في رمضان، هل يسمع كلام أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلما؟ هو إذا كان متخصصا في المهنة وحاذقا فيها، نعم، وكان المريض يحس مثلا بحاجته، المريض نفسه يحس بحاجته إلى الإفطار مع قول الطبيب، نعم، إنه يفطر. أما إذا كان المريض لا يحس بحاجته للإفطار، قادر على الصيام، يرى من نفسه القوة والمكنة من الصيام، فإنه لا ينبغي أن يعول على قول طبيب غير مسلم. نعم.